بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. الاخوان اخوات، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي غادي نمشيو نديماريو ان شاء الله. نمشيو نتفرجوا في مانشستر يونايتد وولفرهامبتون ان شاء الله. التوقيت ديال المغرب هذا 4:15، هادي 3:15. المهم عندنا ساعتين وربع ساعة اللي بقى لينا الماتش ان شاء الله. الوقيته غادي دير لينا واحد ساعة ونص، التيران غتبقى لنا 45 دقيقة. التيكيتا ديال التران مازال، التيكيتا ديال الماتش مازال ما كايناش عندي. ايوا غنمشيو على الله ان شاء الله، الا كنا مرضي الوالدين راه غادي نمشيو ونشريوها على برا ديال التيران. كيكونوا الناس تما كيبيعوهم ان شاء الله. شحال من مره درتها الا ما كنتيش معول. ايوا راه الامطار كاينه، نتوكلوا على الله باسم الله. يلا نديكم معنا باش تشوفوا الطريق من هنايا من شافيلد حتى مانشستر ان شاء الله، ونشوفوا الاجواء على برا ديال التيران وداخل ديال التيران ان شاء الله. بسم الله توكلنا على الله. ايوا الاخوان الاخوات، عندنا واحد العطله، واحد السيمانه ديال العطله. بنادم كيقنط في الدار. قلنا نخرجوا نجيبوا واحد الدوره تركيله، نمشيو نشوف نتفرجوا في الماتش، نشوف واش رونالدو غادي يدير شي حاجه ثاني اليوم ولا والو. ايوا نبدلوا الجو ان شاء الله. وهاد التيران هذا كيفكرني ب الاب ديالي الله يرحمه فاش مشى معايا ليه، يعني كيعني ليا بزاف. الجو ما زوينش بزاف زعما. كان هذه هي بريطانيا، الحاجه اللي خايبه هي كتكون الا بانت لك الشمس ولا شي حاجه، ما يتحاولش غادي تبقى الشمس ديما، واحد شويه غادي تبدل غتولي الامطار عاصمه الضباب كما كتشوفوا. ان شاء الله طريق زوينه من هنا لمانشستر، الساعه ونص ديال المكانه، تقريبا واحد 100 كيلومتر. وما كاينش الطريق السريع، كاين الطريق ما بين الفيرمات. لو بغيت كاين الطريق السريع الا بغيتي تمشي ليه، ولكن غادي تزيد عليك كيلومتراج، غادي تجيب الدور، تجيب واحد الدوره كبيره. انما كدوز في الطريق عاديه ما بين الفيرمات، الطبيعة، ولكن الجو زوين، راه كيبان لك مناظر زوينة. الأداء ديال مانشستر يونايتد في هاد الأواني الأخيرة عيان، وبانوا بعض المستوى عيان، رغم المهم راه المدرب جديد. الناس كلشي كيقول لك خاص تعطيه شويه ديال الوقت بدما ما يستابيليزا مع اللعابه. راه حنا غنشوفوا هذا الوقيته هذه اللي خاصها المدرب، حنا نتسناو وان شاء الله تكون شي نتيجه زوينه تفرحنا اليوم. الحاجه اللي زوينه هنايا كنتفكر بحال المغرب، كاع الطريق اللي كدوز منها كتلقى القهاوي هنايا، كاع القهاوي هنايا، كلشي الناس كيشوفو فيك ملي كدوز هنا، ما كتلقى والو، تلقى غير الطبيعة.
عند خو بحال هكا بحال الطبيعه هذه هنا ثاني هنا تشوف الشجر يعني شي طرقات شي طرقان زوينين تستمتع بهم بالسياقه والجو والله. انا الاخوان الاخوات غادي ناخذ لكم شي مقاطع زوينين غنبقى نصوروا لكم باش ما يكونش الفيديو طويل باش ما نطولش عليكم. يلا خليكم معنا تلاقينا مع لومبوتياج الاخوان. اعلى حاجه عندي هو لومبوتياج. تلاقينا مع الناس يلا سلام الخدمه 3:30 هادي وكل واحد غادي لدارو وكل واحد ما عارف فين غادي. شتي انا زرك طيح قطعت على الطرق خايب فيش ستوب فيها فيه ستوب كنت غير كيتبدل هنا. وصلنا لطريق السيارة الإخوان الأخوات تعدلت في هذاك الطريق بقي لي نص ساعة إن شاء الله إلى كتب لنا الله إلا وصلت هاد القضية الساعة ديال المكانة باش نستاسيوني وندخل باش نتلاقى مع الماتش هو هداك. عندنا واحد مول الريموك في الطريق هو اللي كان شدنا في الطريق بزاف
يلا نشوفكم قدام تيران ان شاء الله باذن الله. ما بقى والو دابا، ربع ساعه نكون حدا التيران. اخوان الاخوات، حنا كنوصلوا التيران، قربنا بني عمره. الورقه مازال ما دبرنا عليها. الاجواء على برا تاع التيران هكذا دايره، الناس الشرطة موجودة بكثافة كما كتشوفوا. كما كتشوفوا الحراسة، وحنا وصلنا للتيران. أخيرا وصلنا للتيران الحمد لله. هذا هما الأجواء برا التيران، كتشوفوا الشرطة بكثافة كما كنقولوا. كتشوفوا الأمن متواجد بكثافة. موالف كندبر على التيكيتات هنايا، كنلقى الناس كيقول لك واش بغيتي شي تيكيتة. انتما كما كتشوفوا الاخوان الاخوات، الدراري الصغار كما كتشوفوا الاخوان الاخوات، نحاولوا نبين لكم التيران ها هو من الداخل. لما الدراري الناس اللي بغيت تصور كذا كيدير الاجواء. كما كتشوفوا المراه الراجل تاعها ما كيتصوروا. هذا هما الاجواء ديال برا التيران. إخوان حنا الحمد لله دبرنا على التيكيتا، هي أنا كنتسنى باش ندخلو إن شاء الله. إحنا الإخوان الأخوات حنا دخلنا سيت رو 36. ديديكاس إلهام إبحير من مانشستر يونايتد. Thank you.
الاخوان الاخوات ما نشوفوش غادي نقدروا نشوفوا اللعابه من هنا كيخرجوا انتما Diogo, anda aqui rápido, rápido, rápido. Adamo! 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 Mate! Damo! Yeah, Damo! Damo! You're my super sub! وهكذا تنتهي الحفلة الإخوان الأخوات، واخا خيبة أمل إنما المهم هذه هي الكرة، وهذه هي لابد واحد خاصو يربح واحد خاصو يخسر، إيوا حنا اللي من الخاسرين. شكرا شكرا على المشاهدة، وإلى الحلقة المقبلة إن شاء الله.